A câmera te deu bom. اكيد متواصلين معاكم مشاهدينا من بعد الفاصل، بس في عندي مريم مضمور اتوقع من الجزائر او تونس، يعطيك الف عافيه على الكلام اللي قاعد تقولي لي اياه. ومشعل الشاي حاليا مسافر راح الامارات، عنده عرض مسرح هناك وان شاء الله بيرد الكويت على اساس بتحطه اتوقع بالمنتدى ماله. هذا الشيء. شيء ثاني، كلكم يعطيكم الف عافيه، وعندنا امل بكره وزياد الحربي يعطيكم الف عافيه. امل بكره مشكوره وايد على الصور اللي قاعد تسوينه. الحين تسوينها مشكوره من الاصوات اللي تسوينها. يلا عندك يلا قولي عن العيد، ايش رايك بالعيد؟ الله العيد وايد حلو. تضايقت. الله العيد وايد حلو يونس اليوم. اصرار تاخذين عيادي ولا ما تاخذين عيادي؟ طبعا اخذ عيادي. طبعا. المهم ان عيدت اليوم ويا اهلي، كان العيد وايد حلو الصراحه. استانست اليوم بالعيد، وهم امس رحت زرت اهلي وبس، وهم باكر راح ازور اهلي وبس، وزرتكم انتم اليوم. انتم مستانسين بالعيد؟ كذي باختصار. احنا وايد مستانسين بالعيد، بس وجهك مو مبين ان احنا مستانسين بالعيد. ليش؟ عيد لان وجهك مخده للحين لاصقه بوجهك. يمكن اسرار، يمكن اسرار نعسانه ولا شيء. انا مو نايمه، انا مريض. مريضة. مريض. مريض. انت صدق مريض. انا مريضة. انزين. مو نعسانة بس مريضة. نواف في عندك المخطط اليوم بتسويه شكله؟ انا عندي مخطط حاليا. انا بروح يوم البحر، من يبني معي؟ بمناسبة العيد. بمناسبة العيد. ما دراتي بروح يوم البحر. لحظة سمعي سمعي. بسوي كذي. بمناسبة العيد اللي قاعد يقولون نظارتك حلوة، مشكورين يعطيكم الف عافية. لأن صدق النظارة حكون فيها. اسمع، لأن صدق النظارة حلوة. حبيبي أنا من زمان بس في مشكلة يمكن تلاحظونها، إذا قلتها على الهواء الناس راح يعرفونها بالنظارة، فخلوني ساكت أحسن. أوكي. أخذتي؟ انزين. زين هذا خلاص جهازه مغلق الحين. شوف بمناسبة العيد والناس بالفيسبوك، وأنا شخصيا أبيك تغنيني. أغني. اي صح، غني اللي قاعد يقوله. انا لا لا طبعا احلى شيء انه هم يبوني اغني اغنيه انا اغنيها، بس انا ما راح اغني اغنيه انا كاتبها. يعني دائما الواحد يعني يحب يغني اغاني الناس اللي شو اسمه. نبي اشطح. نبي اشطح. لا اشطح لا، صعبه. زين احلى شيء شو اسمه اللي بالكنترول هالليله. زين ابي اغني وليد الشامي. يلا وليد الشامي. كان غني وليد الشامي، ما راح اغني بالذات حق مخرجتنا، ما راح اغني لك شيء تعرفينه. بعدين مخرجتنا انت كلها انجليزي، انا وين اغني انجليزي؟ تسمع نبيل شعيل؟ والله صراحه يعني الفنان نبيل شعيل بلبل الخليج. نبيل شعيل منو اللي ما يسمع؟ صعبه. وليد الشامي. وليد الشامي زين. وليد الشامي كان غني سيبا، حافظينها؟ سيبا عبد الحليبه. هذه مالته؟ مالته. زين يلا اغني سيبا. سيبا عذب حبيبه عيني عوفه خاطر ظروفه. كذي انا معك. يلا يلا يلا. سيبا عذب حبيبه عيني عوفه خاطر ظروفه. دوخ الناس بجماله، حير الدنيا بدلاله، هذه حاله ما هي حاله. سيبا عذب حبيبه عيني عوفه خاطر ظروفه. يلا بدر يلا. اللي ما يشوفك لا تشوفه. محافظه. يلا يعطيك العافيه. محافظه محافظه حبيبي. بس في خلوني اقول شغله على طاري الاغاني الاجنبيه. الاسبوع اللي طاف انا وبدر شفنا شيء صدمنا. شنو؟ من فتره الفنانه ليدي جاجا. زين كلكم تعرفونها وسامعينها. منو ما يعرف ليدي جاجا؟ يا ريت. هي من فتره صرحت قالت ان انا راح ادش على العالم بشيء وايد راح اصدمه. هي سوت كل شيء، دشت ببلز، لبست لحم، لبست شعر، لبست ريش، كل شيء سوت حمود. الحين هي فكرت مع الكاست مالها شنو نسوي شيء جديد وكون احنا ما سويين الناس فيه. نبهر العالم ونخليهم يتبعونا. لو تشبدهم يعني. شنو سوت؟ شنو؟ صارت ريال. يا سيدي الله. على البركة، ليدي جاجا صارت ريال، وكل معجبين ليدي جاجا بامكانكم باكر ان شاء الله بنفس الحزة هذه تصيرون ريايل. لا شوفوا، هي ممكن ان في ناس عارفين المعلومة، بس في وايد ناس بعد مو عارفين المعلومة. لا مو عن انت قلت انه من اسبوع انا وياه يعني انتوا لما كنتوا ميتنج ويا ليدي جاجا. بس بدر شفت شلون صارت ريال؟ صج ميمي؟ يعني زلف زلف حاطين لها شعر الشعر. لا وهي متقمصه كل الريال، يعني شنو طرق الرجال؟ بشاعه الرجال، يعني لما تشرب السيجاره تطلع الهواء ما تطلع برا، تطلعه وتشفطه من خشمها.
ايه وفوزات فوزات ابشع شيء بالريايل مسويته هي وحتى قامت تحرش يعني بريتني سبيرز وما شنو هي خلاص بس الريال للابد لا 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 هذا لوك هذا لوك بس لوك بدر حمود تنكر يعني حق حمود جولد لا حمود جولد هو كم يوم قبل كم يوم كان قاعد يكلمني حمود جولد نكه حمود جولد قبل كم يوم كان قاعد يكلمني بجاذرينج شو فانا كنت قاعد ارد بنك جاذرينج فما يدري انا ولا انت اللي قاعد نكلمه فقاعد يقول لي سلمي لي على بدور انا على الهواء قاعد اقول لك يا حمود الله يسلمك حمود ذهب الله يسلمك اي حمود ذهب الله يسلمك كلك ذهب وكلك ويقول لك انه هو يعني هي لافز يو زين نصيحه يعني قلناها ببدايه الحلقه يا جماعه يلي قاعدين بالبيت بعد ما يخلص برنامج جاذرينج خلاص لبسه وكشخه وطلعوا هم تلقاهم الحين البنات كذي وانا مني طالع من سفرتنا البنات يحطون ماسكارا وانا مني طالع من سفرتنا ها لا 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 بالجاذرينج مال العائله يحطون على الشاهد وشوفوا برنامج يعني سفرتنا راح يكون موجود بعدنا ان شاء الله الطبخات وايد حلوه كويتيه بطريقه كويتيه طريقتهم وايد حلوه بعدين تكفي ان بدور راح يكون هو الشيف اللي قاعد يطبخ لا 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 ما ابخص حق ام احمد بدريه الشريده يبا هم ذيل فوق راسنا احنا ندري بس انت بدور انت من جاذرينج يعني انت 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 يعني يعني انت على قولتهم دهلنا في مكبتنا انت من انت بتابعنا مستانسين فيني انتم مستانسين فيني احنا مستانسين ان بدور قاعد مستانسين فيني طبخ الفاشل يعني للحين ما ذقت شيء من المطعم هي قاعد تقفل من المطعم من سفرتنا من المريخ يا انت انت يعني هذا اللي يقول لك اللي ياكل من الصحن ويدم فيه بالضبط لا لان احنا اتفقنا لما تسوي شيء من سفرتنا انا يوم الجمعه والسبت اوفكم وين وين ان شاء الله ما اسوي لك هوم دليفري يعني لا انا هي اخذه عادي اتعنى عشان اكل اتعنى طبعا طبعا اسرار بس حكي لان هي من الاسبوع اللي طاف قاعد تقول ان كانتي وادري منو بتسوي لنا غدا الخميس وراح الخميس ويا العيد وانا ما سويتي وانا قلت لها اسرار اذا تبين الاكل ولا تبين تذوقين من اللي احنا قاعد نسويه بسفرتنا تعالي لنا يا يوم الجمعه يا يوم السبت عقب ما تخلص الحلقه عموما بس هي شي تحب تزلل لي شراطيات اليوم طبعا كلكم انت قلت ان كل القناه ياكلونه ما يخلون شيء خلصونا اكيد انتم كلكم تعرفون مسرحيه زين العالم جميل انا ما مداني اني اروح لها راح تطلع اليوم على شاشه الام بي سي الام بي سي الساعه 10 وان شاء الله اتوقع يوم الثلاثاء على احدى قنوات الكويتيه حلو الحين انا جاذرينج باسمي انا وباسم جاذرينج وباسم كل تلفزيون الشاهد حابين بس نقول حق امير بلادنا الله يحفظه لنا ويخليه شيخ صباح الاحمد الجابر الصباح عيدك مبارك وعسى ايامك كلها اعياد وكلها افراح بوجودك هنا عندنا ويطول بعمره ان شاء الله ويطول بعمره يا رب وولي عهد امانه سابع نواف الاحمد الصباح هم الله يخليكم لنا ويعمرنا يعني يخلي عائله الصباح كذي واسره الصباح دائما شايله الكويت رافعتها حق اعلى المراكز امين باذن الله فعيدكم مبارك والله يخليكم لنا يا رب وكلنا وانا ابي اقول حق اعضاء مجلس الامه اني ما راح اقول لكم شيء بس لاني زعلانه من اعضاء مجلس الامه ما راح تقولين لهم سالفه كبت امي؟ اليوم افتح كبت امي واشوف اذا في كم مليون مريم هم ناطرين اصلا عيد يخلص بيردون حق الاستشوابات يعني انتوا سامعين البرودكاست اللي طالع ان الحلاق زحمه وانا كويتي بحكي كويتي وان احد الاعضاء الحين بيقول يا زيدون عدد كراسي اللي بالحلاق ولا راح اسوي جلسه واشياء وكذي صدق والله بس صدق مو بس قشمره لا كاتبين ان حاليا لا تقولين اسم العضو لا تقولين اسم العضو ما له ايش عرفني فيهم ما اعرف اسامي انا وين السياسه وين ان كرسي الحلاق اصعب من كرسي مجلس الامه بس شنو يعني ما ادري ما فهمت بس انه ضحك قالوا انه ضحك لا لا يعني بهاللحظه بهاللحظه بالايام اللي طافت ان اي ان الواحد على اساس يقعد على كرسي الحلاق اصعب من انه يقعد على كرسي مجلس الامه اي شنو يعني وهم ما فهمتي لا يعني عادي الرجال يروحون الحلاق الساعه 9 بالليل ما يحلقون الا الساعه 6 الصبح عادي عرفتي من الزحمه يعني فهمتي شيء طبيعي شفتي احنا تقول يعني شنو يعني يعني البنات لما يروحون صالون من الساعه 11 الصبح ما يسوون شيء الا 4 العصر نفس العمليه بس ترى بس انا ما حاشتني زحمه نهائيا بال محظوظ اي بس لحظه بس لحظه الحين لا بقول لك شيء لان اغلب الناس مضحين فم اي فما يحلقون الا لما يعني تنذبح الذبيحه وكذي يعني تقريبا ثلث الكويت بالحج فصدقني ثلث الكويت مو قاعد يحلقون بس ما نبي ننسى على موضوع الحلاقين وهذا عكس عيد تحيه خاصه حق صالون بيوتيتك عبد الكبير انا اقول لك يعني مشكور اقول لك بالوفره عبد الكبير الحين ومنتصر والله زين هو كنا الثاني اسمه منتصر ولا منتظر؟ لا هذا ولا هذا ما ادري مختار سوري مختار وعبد الكبير اقول لكم كل عام وانتم بخير واحمد بالحج اي واحمد بالحج فكلكم اللي كل اللي ببيوتك نقول لكم مشكورين على اللوك الحلو الجميل اللي انتم قاعدين تطلعوا يا حج حق استاو ودزل لنا صوره ليدي جاجا ابي اسال سؤال برا موضوع العيد شوفوا على طول انا اصلا علي كل واحد فيكم يجاوبني لو كان بيدك تختار اسمك شنو تبي يكون اسمك؟
يعني اغير يعني اغير اسمي؟ لو كان انت بيدك انت الحين تغير اسمك فواز. هذا اكثر سؤال انا اعرفه. وانت ما من انا صغير يما ليش ما سميتيني فواز؟ يما ليش ما سميتيني فواز؟ ما ادري ليش. ومحمد والله تبين الصدق يعني في احلى من اسم الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاه والسلام عليه يعني اسم محمد يعني هذا اجمل الاسامي يعني فما يعني ما راح انسى يعني انا يعني انسان وايد افتخر ان اسمي محمد لانه على اسم يعني الرسول. انا لو اصير ظفر من الرسول يعني شيء جميل ظفر ريله يعني محمد واحمد ومحمود كلهم اسامي الله خير حبيبي. نواف مهدي وانا مغمض انا عيالي كلهم بسميهم مهدي المنتظر حتى البنيه بسميها مهدي مهدي وين مهدي تو مهديه سمي البنيه مهديه كلهم مهدي. انت مين؟ امل. امل امل ايش معنى عشان اسم امك يعني اذا ما تقدر أو لو امك امل وانت بيدش تختارين اسمك؟ والله والله كلتها كلتها امل هي تبي الاسم هذا كلتني شفتها امل امل وراح اسمي امل وراح اسمي لو تردين تسالينها بعد شوي راح تقول اسم ثاني لا 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 شيء زبونه بعد الهواء. سألوني ليش أمل؟ لأن اسم أمي. انزين هذه الواقع يلا ينكم عليه. أنا أحب اسمي، أحب اسم مريم لأن اسم ينفع حق كل الأديان وحق كل حتى مريم العذراء يعني. إيه كل العذراء. بس لو بيدي لو بيدي إيه؟ انا انقي اسم راح اختار اسم ريتاج وان شاء الله يعني بالمستقبل يا ريتاج بنوته راح اسمي هذه ريتاج مو ماركة خليل لا راح ريتاج هذه مو ماركة دواتش لا 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 زكا عمود يقول لي بتسميه بنتك خنينه خنينه زين يا جماعه في ناس صدق ما يدرون شنو سالفه خنينه سمعوا قبل بعد في لها سالفه خنينه ايام الكويت قبل لما يشوفون واحد ريحته حلوه ما يقولوا له ريحتك حلوه ابي ريحتك مو سج لا كانوا يقولوا له ريحتك خنه خنينه الياهل الياهل فالياهل خنينه هذه ريحه الياهل الياهل بس مو الكبار الياهل بالمهاد يعني مو يك واحد كبره لا انا حتى عاديه مثلا اشوف مثلا تنقال بس هي إيه اساسا معنى خنينه حق اليهال الصغار لا 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 اسرع انا ايش قاعد غلطين لان قبل لما الوحده تبخر سمعنا وحده تبخر الدش يقولوا لها اوش هالخنه خنينه إيه بس بالضبط بس هي إيه اكثر شيء تنقال حق البيبي اللي بالمهاد اي بس حق هم حق الكبار عيل شلون عيل خنه عليكي خنا عليكم كلكم خنا عليك انزين وريحتكم مخننه مخننا مخننه زين وين بتروحون على السريع بدر وين بتروح اليوم اين تذهب هذا المساء انا كذا هذا المساء المطبخ مطبخ صراحه ما راح اروح راح اخلص من سفرتنا وراح اطلع يعني اشوف يمكن السينما يمكن اتعشى مطعم وارد البيت يعني محمود والله صراحة يعني أنا احترت يعني تو من ساعة دقت علي باريس هيلتون وقالت لي بدز لك الهليكوبتر فأنا قلت لها مو فاضي اليوم لأني موعد جينيفر بطلع وياها وبالليل زين يعني ممكن أطلع مع كريم وبيانسة يعني بعد أبقى مريم زي حامل ايش تطلع وياها مريم حامل ايش كبر بطنها بسرعة بسرعة مريم يا أقعد بالبيت أشوف ديفيديات يا أروح مطعم إذا في مجال أنا أقول ردي البيت أحسن تردين البيت؟ وأنا هم برد البيت إن شاء الله مو كل الدنيا أسف احنا لازم نرد البيت نحط راسنا وننام أصلا لأن لا أنا بطل مسرحية عالم زين هذا والله إي عادي والله بنطرها والله على العموم عزام المساعدين أصدقائنا الأطفال في جميع كل مكان أنحاء العالم العربية والجوية والأرضية نخرج معاكم وإن شاء الله بكرة الصبح قصدي المغرب تشوفونا برنامج جيدرينج شو وكل عام وأنتم بخير. مع السلامة.